الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. المسجد هذا، الفكرة للمسجد جاءت عن طريق سلطان عبد الحميد العثماني. نعم، هو أراد أن يقيم مسجدا هنا في باريس، وبعد ذلك يعني في الحرب العالمية الأولى مات عشرات الآلاف من المسلمين يقاتلون مع الفرنسيين ضد الألمان. وفرنسا كما تعرفون كانت تستعمر الجزائر آنذاك وتونس، وكذلك الحماية في المغرب، يعني يسموها الحماية. فكثير من المغاربة ومن الجزائريين وتوانسة حاربوا مع الفرنسيين ضد الألمان، فهم أرادوا أن يعني يشرفونهم بتشييد مسجد هنا في باريس. فاتفقوا يعني، وأظن ساعدوا في بناء المسجد المغاربة والجزائريين، وهذا كله المعمار أندلسي مغربي جزائري. يعني المعمار من هؤلاء المحترفين الذين أتوا من المغرب ومن الجزائر. ومن عجائب هذا المكان أن في الحرب العالمية الثانية هم كانوا يخفون اليهود هنا تحت المسجد من النازيين، فالمسلمون ساعدوا اليهود في إنقاذهم يعني من النازيين. نعم، شاركوا في هذا، لكن للأسف يعني هوليوود لما صنعت الفيلم عن شيندلر الألماني الذي ما صنعوا فيلما عن المسلمين الذين لم تذكر أنقذوا. نعم، يعني كان هنا يرأس المسجد الشيخ حمزة أبو بكر، وأنا تعرفت عليه من أكثر من 20 سنة. أنا زرت هذا المسجد في بداية إسلامي، وأكلنا عنده مطعم بجنب المسجد، مطعم مغربي، وأكلنا فيه أكل حلو مغربي. أكل هذا المغربي يقولون خلاص ما بطرين فاس ومكناس ما وراها الناس. مكناس ما وراها الناس، هي بالقرآن أنا أتكلم عنه هذا. أيوة، قرآن للمكفوفين. نعم، قرآن بطريقة برايد للمكفوفين. نعم، هذا مصحف. ايه، هم ما شاء الله عندهم هنا هذا للعميان المكفوفين. نعم، يقرؤون باللمس. وبعدين مكتوب برواية عاصم. أو قالون. هذا رواية قالون. وقالون العجيب أنه قالون، أقول لك لماذا؟ لأن قالون كان أصم لا يسمع. سبحان الله، كان كرامة يعني، لأن هو كان أصم لا يسمع، ومن معجزاته أنه لا يسمع إلا القرآن. حينما كان يقرأ الإنسان القرآن يسمع على قول، في قول أنه ما كان يسمع، أخذ عن الترقي ينظر في الفم ويحاكي. ولكن نعم، قالون كان معاق، فهذا عجيب جدا. أنا سبحان الله مرة كنت في المملكة ووجدت واحد في دمام مع الشيخ عبد الله القاضي، وهو كان أبكم لا يتكلم. نعم، فكان يتكلم بالإشارات. فأنا قلت له كيف تقول الله في الإشارة؟ فأخذ أصبعه وأشار إلى السماء. أنا قلت له تعرف أن أسماء الله توقيفية، معنى هذا أنه لا يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى اسما من أنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه، فلا يجوز لنا أن نسميه حجرا أو شجرا أو اللات أو عزة، أو هذا لا يجوز.
لا أنا قلت لي هذا الأبكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت الجارية في رجل كان عنده جارية أراد أن يعتقها فأتى بالجارية وقال يا رسول الله يعني هي كانت بكماء قال لا أدري إذا هي مؤمنة أم لا وأنا أريد أن أعتقها فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها في رواية أين الله فأشار إلى السماء وقال ومن أنا أشار إلى السماء ثم أشار إلى رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بإيمانها فهذا يدل على أن الإشارة اسم من أسماء الله حينما نشير إلى السماء هذا اسم من أسماء الله سبحان فهو الرجل تعجب يعني أن هي إشارة والله هو العجيب أن يعني المعقون في الإسلام كانت لهم هناك رعاية عظيمة جدا من قبل المسلمين وحتى الأزهر معروف أن هناك فرع خاص بالمكفوفين وبالمعاقين نعم لتدريسهم خاصة وكثير من العلماء كانوا معاقين هذا شيء معروف قالون نفسه أمامنا قالون من أكابر علماء الإسلام وسبحان الله أنا أعرف يعني صديق حميم وشيخي شيخ عبد الله القاضي في دمام كان قائما بالمركز هناك التي يعني أقيمت في المملكة مركز المعاقين هناك يعني شيء عظيم جدا وكذلك حتى الرعاية الآن وهذا من محاسن الغرب ولكن هذا جديد فيهم كأن الحديث يشير إلى آخر الزمان لأن قديما ما كان عندهم والمسلمون كان عندهم اعتناء كبير والآن أهملوا هذا الجانب من الإسلام مثلا في أيام عمر بن عبد العزيز هو كان عندهم في بيت المال المسلم يكلفوا يعني من بيت المال يكلفوا من يعتني بالمكفوف فيقوده هنا عندهم الكلب كان في زمن عمر بن عبد العزيز إنسان مكلف شغله مكلف لقيادة الكفيف الأصغر يعني شيء غريب أن الإسلام يعتني حتى بالحيوانات وهذا شيء يعني مثلا الظلم والاعتداء على البشر يعني هم وجدوا في الغرب في العلوم هذه الإنسانية وجدوا أن الناس الذين مثلا يعذبون الناس في كبرهم كثيرا ما كان يعذبون الحيوانات في صغرهم فالرفق بالحيوانات يعني ليس شيئا هينا يعني الرفق بالحيوانات يربي الإنسان على الرفق ولذا ما كان نبي إلا ورعى الغنم يعني كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعلهم في مرحلة من مراحل حياتهم يعني رعاة للأغنام لماذا؟ لأنه يتعلم الشفقة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كان يكلمه جميع لهجات العرب هذه من معجزاته نعم وكان كما وصف في الأحاديث هو كان يكلم العرب بما يستحسن من الكلام فإذا جاءه مثلا من بني تميم يكلمهم بأحسن ما عندهم من الكلام وكثير من الفرنسيين يأتون هنا اعتنقوا الإسلام يعتنقون أسبوعياً أسبوعياً نعم السبت والأحد هو يومين يعني مخصصين للاعتناق يعني مثلا في حديث ورد في باب الفتن عند عمر بن العاص لما واحد قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال انظر ما تقول قال والله سمعت من رسول الله فعمر بن العاص قال إن كان كذلك فإن فيهم لخصالا أربعة وذكر هذه الخصال أنهم يعني أسرعوا الناس أوشكوا الناس كرة بعد فرة وأسرعوا الناس إفاقة بعد مصيبة وأحلموا الناس عند الفتنة وأرحموا الناس لمسكين وضعيف ويتيم يعني أرحموا الناس للمساكين والفقراء وهكذا وقال وخامسة حسنة جميلة أمنع الناس من ظلم ملوكهم الله أكبر فهو ذكر هذه خصال وهي خصال حميدة ونحن فعلا نشاهدها في كثير من يعني الروم الغربيين لأن الروم عموما يعني
بني الأصفر يعني كل شيء. أي بني الأصفر نعم. الروم مقصود فيهم كل الشعوب يعني. كالإمبراطورية. نعم ليس نعم. ولكن هو قال لما أرحم الناس للمسكين والفقير واليتيم والضعيف المسكين والضعيف. يعني تعليمهم هؤلاء جميل. المعتنقين كل يوم السبت ويوم أحد. نعم جميل. هناك يعني يعني نظام تحت رعاية المسجد. نعم. خاص بالمعتنق. ما شاء الله. يعني فعلا هم يعتنون بهؤلاء. أعمالي فالعمر يذهب لا أفكر في أحمالي في يوماتي ذاكرا فبحر نشر والموازين تنصب ومن كان طائعا ولله مخلصا يا مرك بعضهم كريح فيذهب فإن شئت please go on please تسقى من الحوض في الحشر فلازم حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن له ينسب عليه الصلاة والسلام من أمين هذا حبيبي يا رسول الله قصيدة مغربية نعم رايحين دحين الفاشن ستريت شارع الموضة التجمل لأجل يعني إغراء هذا شيء آخر يعني خاصة النساء الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني في سورة النور قال للنساء يعني وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فربط يعني غض البصر بحفظ الفرج نعم لأن هذا يؤدي إلى ذلك نعم بوابة النظر بريد الزنا الله سبحانه وتعالى قال لها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني جل العلماء قال كل ما عاد الوجه والكفين يعني اللي مسموح أن يظهر نعم يعني في الآن من الناس من يقول أن تغطية الرأس غير مذكورة في القرآن أيوة. هذا كذب سؤال منتشر وليضربنا بخمرهن على جيوبهن الجيب هنا النحر نعم. لأن أزين ما عند النساء يعني بعد الوجه والشعر تديها فالله سبحانه وتعالى قال أنه عليها أن تغطي بخمرهن يعني الخمار غطاء الرأس باللغة العربية موجودة يعني مفهوم لا يحتاج فالذي يقول أن تغطية الرأس ليس في القرآن هذا افتراء أن الإنسان خلق ضعيفة يعني هو يميل بطبيعته إلى هذه الأشياء هذه الأشياء طب في ناس تانيين يقول لك حمزة أنا محتشمة يعني صح ما باين بين شيء لكن مثلا محتشمة ماني متبرج ماني حاطة مكياج لكن كاشف يعني بيقول ان الحجاب والحشمه فيمكن نوضح ان الحجاب مش بس الحجاب تاخذ يعني فرض مو بس الحشمه في ناس تخلط بين الحجاب والحشمه انه لو احتشمت في مظهر لبسي يعني لبسه عادي وما لبسه تايت كلوز وكذا بس شعرها كاشف ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الى اخره 12 يعني ذكر الله سبحانه وتعالى 12 يعني ممكن يكشفنا زينتهن ب12 فقط لماذا يعني أتى بدون أي خلاف أتى بالأصناف ال12 في القرآن بكل وضوح ولم يترك يعني هذا ثم ذكر مرتين ولا يبدين زينتهن لماذا مرتين لأن هذا الشيء من أهم الأشياء مجد النساء عفتهن المرأة العفيفة المرأة يعني في الحقيقة حتى الله سبحانه وتعالى قليل في القرآن يعني
لا يكني بكناية في اللغة، يعني أنه يستخدم كلمة تشير إلى معنى، يعني كناية نوع من الاستعارة، يعني يستعير كلمة لتدل على شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر مريم التي أحصنت فرجها، يعني صرح الألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة، لأن من مجدها عفتها، وهي أسوة لكل من يخاض، حتى للرجال هي أسوة، للقانتين يعني للناس الذي الطائعين لله سبحانه وتعالى، مريم عليها السلام أسوة لهم، سواء ذكر أو أنثى مريم أسوة. كذلك المؤمن نعم، ولكن المرأة هي تساعد الرجل، ولما قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج ما هو التبرج؟ إظهار الزينة، البرج، البرج يعني شيء عالي، أي يتبرج يعني يتكلف أن يكون ظاهرا، وما أكثر هذا، هي تريد أن تكون برجا يلفت الأنظار إليها. هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، أولا حفاظا عليها حتى لا يؤذينا، يعني الذين يعيشون في الأماكن النائية عن الحضارة ولا يلبسون. ولكن شوف، حتى الأبوريجينال يعني البدوي الأصيل في أستراليا أو في برازيل دائما يغطي السوءتين، لازم، لماذا؟ في القراءة، وهذا أقل شيء في تغطية العورة. ولكن الحر الشريف أو الشريفة خلاص الله سبحانه وتعالى ألبسه. الناس يقولون يعني الإنسان حيوان فقط، طيب أنت حيوان، أنت أخطرت يعني، ثم رددناه أسفل السافلين، لكن أنا أريد أن أكون بالطراز الأول. الله سبحانه وتعالى قال أنه خلقنا، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوف، البشر مأخوذ من إيش؟ البشرة، البشرة عبارة عن جلد، جلد الإنسان. إذا تنظروا إلى الحيوانات، الحيوانات إما بالريشة أو إما بالشعر، نعم، فالله سبحانه وتعالى ستر الحيوانات حتى الطيور، ولكن أكرمنا أنه لم يجعل لنا بالشعر وبالريشة كأننا يعني حيوانات، لا، نحن بني آدم، فبشرنا، بشرنا يعني جعلنا بشر، وجعلنا، والله هذه المعاني عجيبة جدا في الإسلام. في ناس كمان تحسن أنه المفروض ما تتجمل معناته خلاص أنا نصير سيد ملتزم، ما أهتم في مظهري، يعني يرد على اهتمام في المظهر واجب، لكن ما يكون فيه مغالاة، يعني ما يكون فيه مغالاة، المظهر لائق واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس يعني مثلا كان عنده قميصة من الحبشة، وعنده جبة يمنية، وعنده قميصا من الروم، فهو دولي في لباسه في الحقيقة. والله الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو لبس ثيابا من عدة دول، من عدة أمم، ولكن المطلوب الستر، والمطلوب كذلك أنك لا تتشبه بقوم كافر محبة فيهم، يعني أنك تميل إلى أريد أن أكون مثلهم، لا، إذا أنت تستحسن جمالهم، يعني مثلا إيطالي عنده لباس جميل أو شيء، أنت تميل إلى الجمال، لكن إذا تريد أن تكون مثل الإيطالي لأنه إيطالي، لا، هذا الميول إلى الكفر، كأنك ترى هذا الشيء عنده شيء أنا ما عندي. هذا اللباس اللي الآن ينتشر في العالم كأنه يقول أنا مادي، أنا إنسان مادي، أنا لا أؤمن إلا بالمادة، وأنا أريد أنك تنظر إلي كمادة لا كروح، أنا ما عندي روح، فلذا أريد أن أظهر زينتي، لأن زينتي عندي ما عندي في الظاهر. هذا الإنسان الآن إنسان ظاهر، شوف الدجال أعور، والأعور ما عنده ازدواجية في النظر، هو ما عنده بعد، الأعور الذي عنده عين واحدة لا يرى البعد، عنده فقط كل شيء بعدين، ما عنده البعد الثالث. فهكذا الإنسان العاصري هو إما ينظر بعين الظاهرة لا يرى الباطنة، أو ينظر إلى عين الباطنة كغلاة المتصوفة وكأناس يعني غلوا في الدين وتركوا الظاهر من الدين، يقول الشريعة، لا لا لا، أنا لا أؤمن بالشريعة، أنا أؤمن بالله، لا أحتاج إلى الشريعة. هذا ينظر إلى الحقائق ولا يرى الشرائع، لا، الشرائع شيء،
يقولون يا أخي الشريعة قشرة، هذه قشور الدين. طيب القشرة خلق لماذا؟ لتحفظ الثمرة. إذا ما عندك قشرة كيف ينضج الثمرة؟ كيف ينضج ما في داخل؟ الله أبدا ما ينضج، يفسد. في القشرة أساسية، متى نقشر تلك القشرة في الآخرة ونأكل تلك الثمرة، ثمرة أعمالنا. هم الآن يريدون أن يتمتعوا. الآن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها، طيب خلاص الدنيا. أنت تريد الدنيا، الدنيا هي لك، الدنيا سجن المؤمن. أنا أختار أن أسجن نفسي. لماذا؟ لله سبحانه وتعالى، لأن أنا لست إنسانا ماديا، أنا إنسان مادة والروح والمادة جزء مني، فأنا الحمد لله أخدم يعني تلك المادة، يعني أتزوج وأكل وأشرب وتمتع، ولكن في حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. بس فأنت في باريس متجه إلى الأندلس. We missed the flight. احنا دلوقتي في مطار شارل ديغول وطالعين دلوقتي على ملقا في اسبانيا. انسان والله انسان متواضع. يا سلام. الشروط أن اليهود ستزال الطائفة اليهودية محمية. هذا من ضمن. نعم هم خافوا على اليهود. تأثير العظيم إلى الآن غير موجود، والآن كل الدنيا يأتون وينبهرون بهذا الشيء. النوافير هذه كيف تطلع كانت؟ والله يعني ما تعرف التقنية حقتها كانت، لأنه ما عندهم مكان. لا في هندسة يعني يعني تقنية مثال هذه من أيام ال نعم. يعني شوف هذا كله سبحان الله كله مدروس. يعني وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ها؟ وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا أنه شاهد، وفي كل شيء أنه آية تدل على أنه واحد. هذا كله يدل على التوحيد، ويدل يعني هم أرادوا أن يعني فعلا أن يرقي الإنسان إلى مستوى أعلى وأرقى، ويجعله في عالم كأنه عالم خيالي، يعني كأنه عالم خيالي. هذا كذلك يعني الطراز المعماري الإسلامي، دائما جعلوا الأشياء المكعبة. يعني الله سبحانه وتعالى نهانا عن تصوير خلقه، فلذا المسلمون اجتنبوا هذه الأشياء، فجعلوا فنهم في ما وراء الطبيعة، في الهندسة، في شوف هذا جيومتري، كله جيومتريكال. بعدين جعلوا فنهم في الخط، وهذا لا غالب إلا الله سبب هذا، وهذا شعار بني نصر، يعني شعارهم لا غالب إلا الله سببه. لما انتقل هنا ابن أحمر واستولى على المكان وتحكم، هو كان هناك خيمي الكنكستادور. خيمي هذا كان من ملوك أسبانيا،
وكان يعتدي عليه وما كانت له القدرة أن يحمي المكان. فهو تحالف مع فردنان واحد آخر، مول فردنان الذي أتى فيما بعد، تحالف معه ضد النصراني هذا، تحالف هو تحالف مع النصراني ضد النصراني الآخر لأنه هو كان عدوا له كذلك، فهناك مصلحة مشتركة سياسة. فسافر معه وغلب في معركة مع النصراني هذا فردناندو. لما أتوا رجعوا إلى غرناطة هو وجيشه، دخل المدينة وكل الشعب خرجوا ليستقبلوه، وكان يقول ابن أحمر الغالب، ابن أحمر الغالب، ابن أحمر الغالب. فهو استحى، أطرق رأسه واستحى. بعد ذلك هو رد عليه مباشرة: لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، وكأنه قال لا إله إلا الله، لأن لا نفي للجنس، غالب هنا لا غالب منصوب بسبب لا نفي للجنس، يعني هو ينفي تماما أن هناك غالب سوى الله سبحانه وتعالى. فالنصر من عند الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، فهو نفى تماما لا غالب إلا الله سبحانه وتعالى، فجعلوا نقشوا لا غالب إلا الله في كل مكان في الحمراء، فسترى هذا، والبقاء لله والعدل لله، يعني هذه الشعارات كلها تدل على اهتمامهم، وإن كانوا ملوكا تدل على اهتمامهم بديننا وبحضارتنا وبمبادئنا. ولذا الله سبحانه وتعالى ما داموا كانوا متمسكين بهذه الأشياء أبقاهم الله ونصرهم الله، وحينما تخلوا عن هذه الأشياء تخلى الله عنهم. يعني الأماكن هنا تدل على من هؤلاء، وهذه الحضارة العريقة التي نحن نشاهدها هنا، والدنيا كلها من أوروبا ومن أمريكا ومن اليابان، وأنتم رأيتم من إندونيسيا، كلهم يأتون هنا لماذا؟ ليروا ما تركوا هؤلاء. فكيف كانوا هؤلاء إذا هذه الأثار التي هم تركوها، كيف كانوا هم؟ الإسلام في الحقيقة صنع في التاريخ شيئا لم يكن قبل الإسلام، وهو الطبقة الوسطى، middle class. والmiddle class لأن خير الأمور أوسطها حتى في المعيشة، يعني الفقراء، إذا عندك فقراء كثيرون وعندك أغنياء قليلون، هناك صراع بينهما، حسد من الفقراء وحقد من الأغنياء. ولكن حينما عندك طبقة واسطة بينهما، هؤلاء الفقراء يطمعون أن يدخلوا في الطبقة الوسطى، لكن الفقير إذا يرى الغني في المشمش ما يصل إليهم، هذا شيء خيالي. يعيش في المشمش، هذه أحلام. لكن حينما يرى طبقة وسطى، يعني فعلا يحس أنه ممكن أنا أصل إلى هذا. فلذا الطبقة الوسطى يعني خيرة الناس في الوسط، ومليان طبقة وسطى في الأندلس، الوسطى في الأندلس بالذات. وحينما جاءوا الأوروبيون ورأوا كيف يعيشون هؤلاء تلك الطبقة الوسطى، تعجبوا. حتى كان عندهم حنفيات، وهذه في القرن الخامس والسادس والسابع، كان عندهم حنفيات تجري في بيوتهم، وعند الأغنياء حنفيات للماء الساخن والماء البارد، والله موجودة هذه الأشياء موجودة. يعني حضارة عجيبة جدا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، يعني القوة التي هم بنوا بها قوة عجيبة متفوقة. فالآن لذا هم يأتون، لا يأتون، هذا أكثر مكان زيارة في العالم الآن. يقولوا 25 مليون زائر من خارج. نعم، وهذا أكبر مكسب للدولة الأسبانية، أكبر مكسب لهم السياحة الإسلامية، السياحية أي السياحة الإسلامية. سبحان الله. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله والله أنا أؤكد لكم إخوة، الرحمة التي انتشرت في أوروبا من يعني رفع المستوى المعيشي، ومن الثقافة، ومن العلوم التي تطورت وانتشرت، ومن تلك المخترعات، كلها أتى بسبب واحد فقط: إنسان في غار حراء من 1400 سنة سمع كلمة من ملك مقرب: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمهم من اقرأ هو اقرأ باسم من؟
باسم ربك الذي خلق. فهؤلاء فعلا قرأوا لأجل الله سبحانه وتعالى، تثقفوا لأجل الله سبحانه وتعالى، انتشروا لأجل الله سبحانه وتعالى، فوفقهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم رواد الحضارة، والله جعلهم قواد العالم. والعرب الذين كانوا يأكلون الضب ويأكلون المعيش الدني ولا يعرفون يعني كثيرا عما يجري حولهم، هؤلاء انبثقوا من الجزيرة العربية وأصبحوا معلمي الإنسانية، معلمي الأخلاقية، معلمي البشرية، والله. وهذا كله بسبب هذه الحضارة العظيمة. شاعر محمد الحسن هو يتعجب من المسلمين أن دينهم دين التعاون والإخاء، فكيف هؤلاء يموت من الجوع وهؤلاء يموت من الطرب؟ يعني معنى أنه في تباعد بين الطرفين، وهذا خطير. أخطر شيء الآن في العالم الإسلامي البون بين الفقراء والأغنياء، هذا خطير جدا، لأن دائما الثورات وهذه الأشياء تأتي من عدم التوازن. والإسلام هو يحاول أن يجمع بين الطرفين. كيف؟ الفقير يعيش إذا يحتاج إلى زكاة، الزكاة موجودة، يعيش بدون حسد للأغنياء، والغني يعيش بشفقة على الفقراء والمساكين، لأن منهم استغنى. ما من غني إلا استغنى من وجود الفقراء، يعني هكذا. إذا كان تاجرا من يشتري بضائعه؟ أكثرهم الناس اللي لا يملكون كثيرا، وهكذا. فإذا هو لا يشفق عليهم ولا يرعاهم هو أحمق. لماذا؟ لأن معيشته مبنية على وجودهم، فإذا هو يبغضهم فيه هذه مصيبة يعني. ولذا العاقل دائما العقل، أفلا تعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. العقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وكما قال فخر الدين الرازي لما الله سبحانه وتعالى قال نور على النور، قال وحي على العقل. الوحي شيء والعقل شيء، الغربيون عندهم العقل والمسلمون عندهم الوحي، لكن إذا أنت ما تجمع بين الاثنين كلاكما تدريفان على الطريق الدمار والهلاك والخراب، والله. أنا أحد الذين استفدت منه كان في الإمارات من آل علي المحمود، لأن الذي يعني كان يعني جزاه الله خيرا شيخ عبد الله علي المحمود هو الذي دعاني من الغرب إلى الإمارات من أكثر من 20 سنة ليتعلم في المعهد الإسلامي هناك، وكان ما شاء الله عالما، وكان يعني سبحان الله إنسان حكيم. فهو أخوه قال لي مرة، أنا لا أنسى هذا أبدا، يعني كنت تقريبا ممكن 21 سنة وأنا في مجلسه، فقال العالم يحتاج إلى عقل الغربي والإيمان الشرقي، وعجبتني جدا الكلمة. وهذا ليس بمعنى أن لا عقول للشرقيين، لا، لكن الغرب تقدموا، لا، هو قصد حسن التصرف، هذا هو حسن التصرف. وهؤلاء للأسف يعني إذا كان عون من الله للمرء تهيأ له لكل من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للمرء ساعية فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. يعني الإنسان إذا هو لا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على الله، اجتهادته تجني على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه. فلذا الغرب مع كل ما عندهم من التقدم ومن، انظر إلى نسبة الإجهاض بالملايين، انظر إلى نسبة المشاكل الأسرية، الطلاق، انظر إلى نسبة الانتحار، انظر إلى نسبة المدمنين على المخدرات، يعني والله مع كل ما عندهم والله يعانون. يعني المعاناة التي في الغرب قد تختلف عن المعاناة التي في الشرق، لكن كلتا الجهتان تعاني والله. وأنا أقول لك
يعني وكثيرا ما أنا عشت في موريتانيا. موريتانيا يعني بالنسبة لي بالمقاييس الدنيوية من أفقر الدول، لكن موريتانيا أنا عشت مع أناس لا يملكون شر ونقير، يعني لا أدنى شيء، مع ذلك والله أكثرهم كانوا سعداء في حياتهم. أنا وجدتهم يشكرون الله. أنا يعني القبيلة التي عشت معهم قبيلة مسومة، من خيرة القبائل هناك في موريتانيا، والشيخ مربر حاج أنا عشت هناك في الخيام وعشت معهم، والله كانوا يذهبون ساعات في النهار فقط ليأتوا بالمياه التي هم يشربون منها كل يوم، ما عندهم حنفيات ولا عندهم شيء، ما لا أسمع منهم إلا الحمد لله وشكر، كيف حركوا الحمد لله الحمد لله نعم من الله الحمد لله معافى الحمد لله. يعني لما سألني الأسقف الكبير في بريطانيا، هو سألني، كان عندنا حوار، سألني المدير مدير الحوار يعني المقدم للبرنامج، هو سألني لماذا المسلمون الآن في الخسران ونحن نجد يعني في ازدهار في الغرب. أنا قلت له أولا النجاح، لازم نفسر هذه الكلمة، النجاح عندكم ماذا؟ المادة؟ يعني بالنسبة لنا، أنا أنظر إلى الكنائس في أوروبا وكلها خاوية فارغة لا أرى فيها أحدا، وأنا أنظر إلى المساجد في الدول العربية، ومع نقصهم أنا أرى أنه قد امتلأت المساجد، بل هم يحتاجون إلى تشييد المساجد. فأنا أرى إذا كان يعني الحفاظ على الدين، يعني أقول إذا كان الحفاظ على الدين يحتاج إلى التذلل وإلى الفقر وإلى، أنا أفضل الدين، أنا أختار الدين. عندنا يعني لما كنت نصراني عندنا في الإنجيل بين أيدي النصارى الآن في أمريكا مكتوب فيه يعني أن عيسى قال، والله تعالى علم، لكن مكتوب فيه أن عيسى قال ماذا كسب الإنسان إذا كسب ما في الدنيا وفقد روحه، يعني ماذا كسب. وفعلا يعني كل هذه الماديات ما شاء الله يتمتعون الناس ويحسون بالتمتع، لكن ماذا كسبوا إذا فقدوا إيمانهم بالله، إذا نسوا الله سبحانه وتعالى، إذا لا يذكرون الله سبحانه وتعالى. فلذا يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة الإسلام، وهي أعظم النعمة وكفى بها نعمة. لو الناس تأملوا هذه العبارة، الحمد لله على النعمة الإسلام وكفى بها نعمة، يعني إذا ما عندك إلا الإسلام كفى بها نعمة.